إذا هذا هو الموعد الأول ممكن نعتبره هو موعد الإطلاق ديال هذه السلسلة ديال الندوات اللي الهدف ديالها في آخر المطاف هو الدفاع عن المنتوجات المغربية المصنوعة في المغرب من خلال العلامات المغربية. الدفاع لماذا؟ لأنه أولا السياق العالمي الحالي كيبين بما ما لا شك فيه بأنه ومما لا جدال فيه بأنه بالنسبة لأي بلد خصو يتوفر على واحد الحد أدنى من الصناعات المحلية اللي كتكون في بعض الأوقات كتكون حيوية. شفناه مع داكشي اللي طرا مع الوباء الأزمة الوبائية كنا ولينا محتاجين للدواء ولينا محتاجين اللقاحات ومحتاجين كاين بعض البلدان اللي ماشي بلدان فلاحية ولو محتاجين حتى الخضرة. إذن ولا من الضروري أنه تكون صناعة محلية وخا ممكن أنه يكون المنتوج أرخص في السوق الدولية ولكن خاص توفر عليه في البلد لأنه كيكون حاوي في بعض الأوقات. هذا من جهة. ثانيا المغرب اليوم وصل من ناحية التطور الصناعي لواحد المستوى اللي كيمكن ليه أنه يولي عنده طموح عالمي ولكن العالمية ممكنش كتبنى أصلا في السوق المحلية ومن هنا كتجي أهمية إقناع المستهلك المغربي بجودة المنتوج المغربي ويعني بإمكانية استهلاكه بأولوية مقارنة مع منتوج مستورد. إذا كان عندك منتوج مغربي ذو جودة عالية ولا مقبولة وثمن تنافسي علاش ما تفضلوش على منتوج مستورد؟ دونك هادو جوج النقاط. النقطة الثالثة هو أنه يعني من أجل يعني بلوغ هذه الأهداف كان يبدو لي أنه كان من اللازم التوفر على واحد منتدى بحال هذا اللي تلقوا فيه الفاعلين على اختلافهم الرسميين الشركات المستهلكين إلى آخره. واليوم راه كيفاش ما شفتوا كانت معنا أصلا الحدث هو منظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة وكان الحضور الفعلي ديال الوزير وكاينين الممثلين ديال المصنعين المغاربه كاين ممثلين ديال جمعيات حمايه المستهلك الى اخره. دونك الدور ديالنا حنايا ك يعني منبر اعلامي متخصص في قضايا الاستهلاك هو ان نجمع هاد الناس ويكون نقاش يعني بدون لغه خشاب وفي يعني والنيه قبل كل شيء وبعد كل شيء هي خدمه الصالح العام وخدمه المواطن المغربي.